كلام مسؤول. دونك كما قلنا في كلام مسؤول باش نحكيو على قداش تم تحديد السعر المرجعي لأضاحي العيد، هل عنا العدد الكافي لتلبية الطلبات من الأضاحي؟ دونك المعادلات هذه والأرقام هذه باش ناخذوها من عند سي يحيى مسعود مكلف بالإنتاج الحيواني باتحاد الفلاحة والصيد البحري. صباح النور سي يحيى على إكسبريس اف ام. صباح النور، شكرا على السيرة. أول حاجة خلينا نبداو بتحديد السعر المرجعي لأضاحي العيد. وصار اجتماع معناها في المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان بحضور جميع الأطراف المتداخلة من المهنة ووزارة الفلاحة ومنظمة الدفاع عن المستهلك ومنتجين، واتفقنا بعد جهد جهيد على سوم 17 دينار و800 دينار و800 دونك دينار للكيلوغرام الحي. هذا هو. علاش قلت بعد جهد جهيد؟ لانه بالنسبه للمنتجين معناها كانوا يحبوا على سوم اعلى من 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 هذا، لانه التكلفه في حدود 18 دينار و500. في الشق المقابل منظمه الدفاع المستهلك كانت تحب على سوم اقل من السوم اللي كان موجود. واحنا حاولنا انه نكونوا معناها نجيبوا هذا، اذا نحاولوا انه ناخذوا الرقم الوسط، والحمد لله توفقنا بعد معناها مفاوضات كبيره بان نوصلوا للسوم هذا اللي راينا فيه المقدره الشرائيه المدهوره للمواطن التونسي والعزوف اللي عايشوا، خاصه في ظل الاسعار اللي نسمعوا فيها معناها موجوده. وكيف كيف حاولنا انه نقربوا للتكلفه نتاع الفلاح باش ما تكونش مضروره للفلاحين. دونك لهنا دونك عملتوا التوازن بين دونك المقدره الشرائيه نتاع المواطن والوضعيه نتاع المربين دونك الفلاحه، معناتها سورتو مربي الاضاحي والخرفان. باهي، معناتها ابري لهنا بعد الارقام هذه نتاع 17800 قداش ينجم يكون سوم العلوش؟ معناها تقريبا معناتها حسب الكيلوغرام مثلا، كن نقولوا مثلا جملي معناها الجملي اي هو في حدود معناها اذا كان نحكوا على 50 كيلو مثلا اللي هو طيح في حدود نتاع العائله، طيح في حدود ال 24 25 كيلو معناها نحم في 860 دينار 870 دينار. هذا اذا اعتبرنا معناتها معناتها العلوش معناتها يوزن 50 كيلو. اي قلنا احنا راهو في ما بين 600 دينار و 900 دينار، وفي الحالات اللي فوق فيها 60 كيلو حالات نادره شوي معناها باش تكون في 1000 دينار، اما هو في المجمل باش يقول ما بين 600 دينار و 900 دينار. 900 دينار. نعرفوا انه الاسواق هذه قاسيه شويه على المستهلك. ولكن اذا كان الريو العرض اللي صار في الفتره اللي فاتت في الرحابيه انه وصل مليون ونص، وصل مليون و600 معناها ومليون و400، نقولوا انه هذه فرصه للمواطن في انه يتجه لنقاط البيع هذه من المنتج المستهلك المراقبه اللي تكون بالميزان اللي تكون تحت اشراف الدوله وتشرف المنظمه، واللي هي فرصه فعليه انه يقتني على الاقل باقل تكلفه موجوده وباقل سوم موجود يدور في سكة الدير. كان نحكوا على شركة اللحوم حددت الكيلو الحي ب 18 دينار و500. فهمتني؟ معناها هذا أقل سعر موجود في البلاد للعلوش الحي. والنقاط هذه نتاع البيع من المنتج إلى المستهلك معناتها قداش من نقطة بيع معناتها تنجم تكون موجودة؟ هو شوف، هو حاليا احنا نبنوا على النقاط الموجودة قديمة. اللي هي النقطة اللي في الصعيدة اللي في منوبة، والنقطة اللي في رادس ولاية بن عروس. معناها النقاط هذوما إن شاء الله حاضرين مأمنين جست في الفترة الجاية إن شاء الله باش يكون في حدود أسبوع معناها باش يكون المنتجين حاضرين وتبدأ النقاط هذه معناها إن شاء الله في عملية البيع. معناتها تقريبا مش تكون قبل 10 ايام من ايام عيد الاضحى. تقريبا. باهي، خلينا نجيو توا اكيد ما نجموش ما نحكيوش على المتوفرات من الاضاحي، معناتها فما ارقام دونك لهنا سي يحيى. صحيح، احنا ممكن ثم انخفاض في الانتاج على السنوات الفارطه، قلت لك نظرا كما عزوف المواطنين على الشراء للمقدره الشرائيه المنخفضه، كيف
صار عزوف على الانتاج من طرف المنتجين في الموضوع هذا. حتى اللي كان يربي في 500 ولا في 600 سنه يربي في 100 و150، معناها ثم نقص كبير بنسبه 15-20%. كيف كيف يرجع للذبح العشوائي للانثى اللي نقص، خلى الانتاج ينقص. معناها برشا اسباب، منهم ارتفاع الكلفه اللي خلى الفلاح يعزف على الانتاج العلوش. لكن نبقى ديما نقول انه بالرغم هذا كل احنا في حدود 1,200,000، معناها 1,200,000 في كامل تراب الجمهوريه، ثم في حدود 800,000 في المدن الكبرى، معناها واحنا حاجياتنا في الحدود هذيك في المدن الكبرى. معناها ان شاء الله المتوفرات موجوده بالكميات الاقل من السنوات الفارطه، لكن موجوده ومتوفره. واضح طبعا. يكون ثم معناها نقص في الـ في الـ في, الـ في العرض، باش يكون العرض متوفر والانواع كل موجوده. جست هي دعوه للمواطنين وللمستهلك انه يتجه الى الاسواق هذه من منتج المستهلك، دعوه لفلاحتنا في انهم ينجحوا النقاط هذه، لانها احنا نراها فرصه كبيره باش نجموا ننجحوا عيد الاضحى، والمواطن التونسي ينجم يضحي كما عادته معنا. دونك لهنا كي نرجع لك الرقم، معناتها 1,200,000 عندنا راس خروف، معناتها على النطاق الوطني. هذا هو يعني النطاق الوطني، بركوس وخروف وفي الانواع الكل، دونك العلوش البركوس الروحيات الكل، البركوس والخروف. الخروف في حدود 60% والبركوس في حدود 40%. واضح. يعطيك الصحة، بارك الله فيك سي يحيى مسعود، مكلف بالإنتاج الحيواني باتحاد الفلاحة والصيد البحري، على كل هذه التفاصيل. شوي آخر نعطيكم الموعد مع الأخبار، أخبار 11:30، وراجعين معكم في الشارع التونسية.